السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ معكم عبد الباري من ريفيوز ليبيا، واليوم نظرة مفصلة على هاتف ون بلس 3T. تابعونا. هذا هو هاتف ون بلس تي 3، سوف نقوم بمقارنته بالموديل السابق ون بلس 3 في هذا الفيديو. ون بلس تي 3 يأتي بمعالج سناب دراجون 821 وبطارية تم رفعها عن الموديل السابق من 3000 ملي أمبير إلى 3400 ملي أمبير. التغييرات عن الموديل السابق تعتبر ليست كبيرة خصوصا من ناحية الديزاين، أما التغيير الكبير فهو في الكاميرا الأمامية حيث أصبحت 16 ميجا بكسل وتم رفع الذاكرة إلى 128 جيجا بايت. علبة الجهاز هي علبة اعتيادية من ون بلس، نرى تغييرات بسيطة مثلا كما نرى كتابة الون بلس 3T باللون الفضي، غير ذلك لا يوجد تغييرات. عندما نرفع غطاء العلبة سوف نرى أول شيء نجده أمامنا هو الهاتف، وهو يبقى غير مختلف كثيرا من ناحية الديزاين عن جهاز العام الماضي. في أسفل العلبة نجد الشحن أو ما يسمى بشحن الداش الخاص بالون بلس، وهو شحن متميز عن غيره، وما يميزه أنه يمتص الحرارة الناتجة عن الشحن في الشحن نفسه ولا يسمح لها أن تصل إلى الهاتف، وهذه ميزة رائعة، وهو يدعم إلى شحن 60% من البطارية في خلال نصف ساعة. أما كابل الشحن فهو من نوع تايب سي أو يو اس بي تايب سي للون بلس، وهو متميز ومتين جدا، ونجد أيضا بعض الأوراق التي لا أعتقد أن أحد يقرأها. بالإضافة إلى هذه الأوراق نرى ستيكر ون بلس 3. أما بالنسبة لتصميم الجهاز فهو من جسم مصنوع من الألمونيوم، هو خفيف الوزن ونحيف ورائع جدا عند مسكه في اليد. أما بالنسبة للشاشة فهي 5.5 إنش فول اتش دي، شبيهة بشاشة الآيفون 7 بلس بكثافة بيكسل 444 بيكسل لكل إنش، وهذا يعطي الشاشة ألوان رائعة وجذابة جدا. الواجهة الأمامية للون بلس 3T مغطاة بالكامل بواقي للشاشة أو حافظة للشاشة ضد الكسر، وهذا ما يميزها. ومن مميزات هذه الحافظة عن العام الماضي أنها تغطي كامل الجهة الأمامية وليس الشاشة فقط كما في الموديل السابق. الجهاز بالتأكيد يحمل حساس لبصمة الإصبع وهو سريع جدا، بالإضافة إلى زرين لمسيين، زر للرجوع وزر لتعدد المهام في أسفل الشاشة. أما بالنسبة لزر الهوم فهو عبارة عن زر لمسي ولا يمكن ضغطه، بمجرد وضع إصبعك على الزر سوف يفتح الجهاز. الجهة اليمنى من الجهاز نرى زر الباور، وأعلى منه مدخل سيم كارد من نوع نانو سيم كارد. أما الجهة اليسرى فنرى زري خفض ورفع الصوت وزر لتغيير حالة الجهاز من الموضع الصامت إلى الهزاز كما في أجهزة الآيفون بلس. الجهة العلوية لا يوجد بها شيء، أما الجهة السفلية فنرى مدخل للسماعات ومايك ومدخل يو اس بي تايب سي وسبيكر. بالإضافة إلى شعار ون بلس في الجهة الخلفية فإننا نرى كاميرا بحساس 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.0 مع تثبيت بصري، وتحت الكاميرا نرى فلاش LED. هذه الكاميرا الرائعة تعطيك أداء رائعا وصور جذابة جدا وغنية بالألوان وتركيز تلقائي ممتاز جدا. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجا بكسل تصور فول اتش دي. أما المواصفات التقنية للهاتف فهو يأتي برام 8 جيجا، وهذا ما يجعله أقوى هاتف من حيث المعالجة في جميع الهواتف، بل أنه تفوق حتى على أنواع الجالكسي S7 وS7 Edge. الجهاز يأتي بنظام أندرويد 6.1 وننتظر تحديثه إلى أندرويد 7.1. أما بالنسبة لاختبارات الأداء فقد قارنت هذا الجهاز بجهاز جوجل بيكسل، وقد تفوق الون بلس 3T بقوة، بل تفوق على حتى جهاز العام الماضي، وهذا يؤكد علو كعب الون بلس 3 من ناحية المعالجة وسرعة فتح وأغلاق التطبيقات، فهو جهاز سريع برام 8 جيجا. وفي خلاصة هذا الفيديو أريد أن أقول أن هذا الجهاز رائع جدا، بل هو جهاز عالي المواصفات بسعر جهاز متوسط المواصفات. فإذا كنت تبحث عن جهاز أندرويد جيد ومنخفض السعر وبمواصفات عالية فإن الون بلس 3T هو من أفضل الخيارات التي متاحة إلى حد الآن في الأسواق، وننتظر جهاز الون بلس 3 في العام القادم. وفي ختام هذا الفيديو لا يسعني إلا أن أشكركم، كان معكم عبد الباري من ريفيوز ليبيا، وأريد أن أذكر أني سأضع رابط من أمازون لشراء هاتف ون بلس 3T
من أمازون بتخفيض ريفيوز ليبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.